أساسا حتى لو لم تكن رواية حب الحسين أجنني، مو أنت تقوله، أنت الحين تقوله لولا أنت بعيشك الحين. حب الحسين أجنني مو خلى هذول يمشوا في الأربعين تحت الرصاص وفي التفجيرات؟ وش اللي خلى هؤلاء يمشون في الأربعين؟ شيعة علي، ما الذي جعلهم يمشون؟ يمشوا على البارود سنين ما خافوا. هذا مو حب الحسين أجنني؟ تحتاج بعد إلى آية لو رواية بعد؟ لكن المستوى المعرفي دا صار هالشكل ضحل وضعيف، أو في كدور هالشكل يورث للأسف.